السلام عليكم متابعي دراما سبورت. قرر الاتحاد الرياضي العام والاتحاد السوري لكرة القدم عودة الدوري السوري بتاريخ 28/5 بعد توقف دام أكثر من شهرين لثلاث شهور. وبطبيعة الحال خبر عودة الدوري السوري خبر مفرح، يعني أمر مفرح أنك ترجع تشوف كرة قدم، لكن دائما الحلو ما بيكمل. ليش يا حزرك الحلو ما بيكمل بالدوري السوري؟ لأنك عم تتعامل مع أندية غير محترفة، أندية أقل ما يقال عنها أندية هواة بالدوري السوري. أصلاً لازم يلتغى قانون الاحتراف بهذا الدوري، ولازم ينشطب أي نادي ما بيتعامل باحترافية مع لعيبته. نادي النواعير مثلاً اللي دائماً كنا بنمدح فيه وبنقول إنه نادي النواعير نادي محترف، نادي جيد، التعامل الإدارة مع اللاعبين تعامل ممتاز، لكن عم بنشوف انه نادي النواعير عم يتعامل بطريقة هواة، وهذا الشيء يعني فينا نحكي عن بقية الأندية بشكل او باخر. قبل الأزمة وقبل الحرب وهلا وراح تستمر اذا ضلينا على هذا الوضع، اذا ضلينا عم بنجامل وضلينا عم نحكي بنفس الريتم وبنفس الكلام وماشي وهالمرة سماح. لا يا حبيبي، ما بيصير هالشي. انت عم تجبر اللاعب على اللعب من دون ما تقدم له ادنى مستويات العيش بحياة كريمة. واكيد في ناس حتقول انه السبب الحالي والوضع الحالي بالبلد الحرب والازمة وكمان وضع وباء كورونا هو اللي ادى انه اغلب الاندية صار عندها ضعف مالي وامكانيات مادية ضعيفة، وهالشي واقعي وهالشي انا معه 100%. في اندية كبرى كمان تعرضت لازمة مالية، بس مو لدرجة انه لاعب يصفى بالشارع، لاعب النادي يصفى بالشارع ولاعب محترف. طبعا حط لي المحترف بين قوسين. اللاعب محمد باش بيوك لاعب نادي النواعير له بزمة نادي النواعير رواتب 3-4 شهور ما قدر يأمن حق أجار البيت. هذا لاعب محترف على فكرة، لاعب محترف من أبناء نادي تشرين، اجى حما وما في يأمن راتب وأجار بيت لمدة شهر، وبعد ما طلب بشكل رسمي من إدارة النادي تأمين حق أجار البيت فقط لا غير والباقي مسامح فيه، إدارة النادي حكت وبكل صريح وبصريح العبارة بدك تلعب ببلاش يا أهلا وسهلا، ما بدك تلعب ببلاش الله معك. ومنطق إدارات الأندية بالوقت الحالي صار منطق أغلب الإدارات، يعني مو فقط إدارة نادي النواعير، الكل صار بيبدأ بهذا الموضوع وبهذا الرتم، لأن ما في حدا عم بيحاسب، ما في حدا عم بيعاقب، ما في حدا عم بيشطب هذا النادي او بيقرر هبوط النادي او بيقرر ايقاف النادي في حال كان النادي مديون. بطبيعة الحال بهذا الموسم صعب جدا نحمل المسؤولية للاتحاد الرياضي العام او لاتحاد كرة القدم، لان هن اصلا ما بدأوا بالموسم يعني بالدوري، فلذلك ما فينا نحمل المسؤولية كاملة، لكن بالموسم القادم لازم تكون في قوانين صارمة بصراحة، لان الشيء اللي عم بنشوفه ما هو احتراف، هذا انحراف، انحراف كامل. وانت هون كمشجع او كجمهور او كمتابع او اي شخص، كيف بدك اللاعب يعطي افضل مستوياته وهو عم بيفكر باجار البيت؟ كيف بدك اياه يعطي افضل مستوياته ويقدم مستوى وهو عم بيفكر باشياء ثانويه؟ هاي اشياء ثانويه. هلا ممكن في ناس بتقول انه بايام زمان كانوا في لعيبه بيلعبوا ببلاش لصالح النادي، هذا الشيء واقع وهذا الشيء منطقي، بس بايام زمان لاعب نادي الجهاد او لاعب نادي الفتوه كان بيبقى بنادي، يعني بيعيش بالقامشلي او بالدير، واذا راح بيروح على نادي الجيش، نادي الجيش كان نادي محترف فينا نقول. اما لعيبة نادي الكرامة والاتحاد كمان نفس لعيبة نادي الجهاد والفتوة، ما حدا بيطلع من مدينة حمص، ابناء النادي بيلعبوا. بينما بتجيب لاعب من نادي تشرين لتزله بي 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 بالنواعير، او بتجيب لاعب محترف من شي نادي ما لازم تزله بناديك، بدك تعتمد على ابناء النادي اهلا وسهلا، هذا الشيء جيد جدا ونحن معه، لكن اذا بدك تجيب محترف بدك تتعامل معه باحترافيه، بدك تتعامل معه بي 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 بادب. وصلنا لعام 2020 لسه في لعيبه عم ببيوت الاجار، وبدك اياهم يقدم مستوى، وبدك اللاعب السوري يلعب مع المنتخب ويقدم مستوى، ولسه عم نتساءل ليش في لعيبه عم بيروح على الدوري القطري الدرجه الثانيه. حقه الزلمه، شو عم بيلاقي بالدوري السوري غير الذل والاهانه؟ وما في حدا عم بيسال. وعلى فكرة يا شباب مو بس محمد باش بيوك عم نحكي عنه بهذا الفيديو، في 5 لعيبة ل6 لعيبة بنادي النواعير بس عندهم مشاكل، ما عندهم القوت اليومي. في عبيدة السقي، في أحمد ملحم، في عمار سليمان، في محمد قلفاط، وكتبوا بيان، كتبوا بيان، وصلت مع هاللعيبة ليكتبوا بيان ليفهموا جمهور نادي النواعير انه ما لهم ذنب بالموضوع الحاصل. اللعيبة عم بيتعرضوا لإهانة وما حدا عم بيتفهم، وإدارات النادي ما شاء الله
كل سنة عم بتجيب 15 لاعب محترف وما معه يعني ما عم تتعامل مع هاللعيبة باحتراف ولا عم تتعامل بأخلاقية المهنة. إذا جبت لاعب محترف لازم أعطيه قيمته كلاعب محترف، وإلا راح أعتمد على أبناء النادي وأبناء ابن النادي بيتحملني سنة وسنتين وثلاثة لأنه عايش بنفس المدينة، عايش مع أهله بيتحملني. بس بتجيب لاعب من محافظة تانية لازم تتعامل معه بطريقة جيدة بطريقة محترمة ما تزله. وتعوا هلا يا شباب نقرأ جزء من البيان اللي كتبوه لعيبة نادي النواعير عمار سليمان، عبيد السقي، محمد قلفاط، أحمد ملحم ومحمد الباش بيوك. إلى من يهمه الأمر، طبعا ما حدا مهتم بهذا الموضوع، جماهير نادي النواعير، جماهير الرياضة بسوريا، إلى كل حريص على الرياضة ببلدنا الغالي سوريا، نحن اللاعبين الموقعين أدنان وناشد ونطالب من الجميع الاستماع لنا لأن ما حدا عم بيسمع لهاللعيبة أصلا. ولمشكلتنا والتي كنا أشد الحريصين على عدم وصولنا إلى هذا المكان، وخصوصا مع النادي الذي ندافع عن قميصه ولا مع مسؤوليه الذي تعاهدنا سويا أن نقدم له ولجماهيره كل ما نستطيع، ولكن وللأسف الشديد ما حدث معنا وتكرر كثيرا كان أكبر عائق يقف أمامنا لإسعاد جماهيرنا الغالية. ولأننا ندرك ونقدر حجم الوضع الذي يمر به العالم كله، ليس رياضة وكرة قدم في بلدنا فحسب، إنما في العموم، حيث كنا في نادي النواعير خصوصا أشد الحريصين على مساندة النادي في وضعه الحالي تقديرا لجماهيره ومسؤوليه، ولكن ما حدث يجب أن نضعه بالكامل أمام الجميع، حيث أننا كنا وما زلنا وسنبقى أوفياء للقميص الذي اخترنا أن نكون أحد أبنائه أمام الجميع. ولكن هل يكون جزاؤنا في شهر رمضان المبارك أن ترمى أغراضنا في الطرقات ونطرد من بيوتنا لأننا لم نقم بتسديد أجور البيوت التي نسكنها ونحن تحت مسمى لاعبين محترفين؟ وطبعا حط لي لاعبين محترفين بين قوسين، وهل يقبلها مشجع نادي النواعير؟ الظاهر مشجعي نادي النواعير ساكتين، لازم مشجعي نادي النواعير يطلعوا ويحكوا عن هذا الموضوع كبار، هذا الشيء يعني أمر بصراحة يعني غير مقبول. أما فيما يخص حقوقنا المادية فقد كانت في السابق آخر ما نفكر فيه بالتعامل مع الإدارة، فكنا دائما نظهر حسن النية لهم، والدليل تراكم رواتب أشهر 1 و2 و3 ونصف شهر 4، يعني حوالي 4 شهور مو قابضين أي شيء، لا مصاري ولا أي شيء، إضافة إلى دفعات من عقودنا. ومع هذا وذلك عندما طلب منا العودة والالتزام بالتمارين تحضيرا لعودة الدوري بادرنا فورا للالتزام، وكنا كما عهدنا الجمهور على أتم استعداد لخدمة النواعير، ولكن مع توالي الأيام كسرت الوعود والعهود ولم نحصل على أي شيء من حقوقنا، حتى وصل بنا الحال لترجي الحصول على نصف راتب فقط لا غير من مستحقاتنا لنأكل فيها فقط ونصرف على أنفسنا ونحن في شهر الخير شهر رمضان المبارك، إضافة إلى طلبنا تسديد أجار البيوت وخصما مستحقاتنا المتراكمة، ولكن لا أذان صاغية تسمع لنا ولا مبادرة ومساعدة وجدنا منها ليستقر بنا الحال اليوم على أرصفة الشوارع مطرودين من بيوتنا. ليش عم بنشوف في صمت من اتحاد كرة القدم والاتحاد الرياضي العام؟ ولا هذا الصمت نتيجة أنه عادي بيصير هيك بلاعب منتمي لأسرة الاتحاد الرياضي العام؟ ما هو لازم شي شخص يتحاسب، يا إدارة نادي النواعير يا الاتحاد الرياضي العام، ولا اللاعب لازم يتحاسب لأن عم بيطالب بحقوقه، لأن عم بيطالب براتبه، وما عم بيطالب براتبك بالكامل، عم براتب فقط لأجار البيت فقط لا غير. بالنهاية بتطلع مع إدارة نادي النواعير إنه اللاعب هو الغلطان، ما تحملنا بسبب الأزمة، دائما اللاعب هو الغلطان، الجمهور هو الغلطان، الشعب السوري بشكل عام هو غلطان. يعني صاير عندي حلم إنه شوف شيء مسؤول عم بيغلط، ما عم بيغلطوا، نحن فقط الغلطانين، نحن دائما عم نشوف بطريقة سيئة. ومشكلتنا يا شباب موضوعنا تراكمي، يعني لما تحكي من بداية النقطة إنه هذا الشيء غلط بيطلع لك واحد بيحكي لك يا عمي ليش عم تحكي هلا، أنت عم بتأثر على النادي، عم بتأثر على المنتخب. وإذا استمر هذا الوضع بالتراكم بعدها بنشوف الفاجعة ونشوف الكارثة، وبنحكي عن الكارثة ليش من أول ما حكيت؟ ما يا عمي نحن عم نحكي بس أنت مو حابب تسمع. على كل حال يا شباب يعني أنا بصراحة داء خلقي من هذا الفيديو، وما بظن يعجب حدا هذا الفيديو ولا عاجبني بصريح العبارة، لكن اللي بتمناه تكونوا بصحة وخير وسلامة، هذا أكتر شيء بتمناه.